الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى والدين الحق الذي انعمنا ببعثة الحبيب المصطفى الحبيب المحبوب احب انسان الى قلوبنا واغلى شخص واعز انسان الى نفوسنا الذي شرح الله صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره نزل عليه جبريل وهبط عليه الوحي وصلى ووصل الى سدره المنتهى له شفاعه كبرى ومنزله عظمى وحوض مورود ومقام محمود ولواء المعبود صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. نتكلم إن شاء الله تعالى بزيارة حبيب المصطفى وحان خلمتك وردونا إن شاء الله تعالى زيارة حبيبك عليه الصلاة والسلام ومهم عدكست أو مؤمنة أما موحدة أما حاجة ها هذا أما ها هذا مقيم إيش الدقن أما متكل أعمال كان هل كانوا تجي ها هذا أما متكل يجي بقصة ها هذه مهمة عدة أهرب نمر كين زيادة دي سكة زيادة دي سكة هذا إنه أو الحكم كي سكة هذا إنه أو المحبة دي سكة هذا إنه أو زيادة دي آداب تبقى يوح أي لا ده يوح المجارة هي عن كهذا إنه وعليه الصلاة والسلام نبي الله محمد الظاهر المبارك عليه الصلاة والسلام حبيبك زيارة ديسة حبيبك كوي وعليه الصلاة والسلام نبي الله محمد شخصية ديسة هي دغا كيسة هي إلهي وحا أوسي وكما لدى آدوبته كي وحا ويا آدوبته إلهي دياري أول شخصية ديسة دان كهلنو غسل قلبه بماء الحياة فأذهب الله من صدره كل غيظ وحسد وحقد وغل وغش فصار أرحم الناس غاضبا خلق إلهي شيب حريص بناب النقضي أنا الرحمة المهداد ببلي عليه الصلاة والسلام وحانا أنا من حديث إلى سوى هديي إلهي نون الليه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كما أن نادرين إن العالم كون أن حريص تهيمو يوحك لهم قدر لمجرى إنما بعثت رحمة ولا مبعث لا أنا بقول لي عليه الصلاة والسلام والله يصدر أنا يعني وأنا حريصة من لغن أدق أما أفحن أما خلقحن أما عيتمة ما أنا وأنا هاي إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق بقول لي عليه الصلاة والسلام وحالله يسو صاري وناك يالك ودلنا دم يستيرو وحالله وحي وناكها دابي قيسة اليوم منهج كان لك ونو جدين هجيبة كي لها ويا لا تغضب هعرون دابه عفوا وسحف المركة لقى كي سوحوها سامح يا نافذ لا تحاسدوا مولها هيس حسدنا أنا يرى اللفت يضع كما جن القلب كيسا أما دقا كيسا أما طبيعة ديسا وحي الأو داعية الحسد داعية الغضب داعية التنافر داعية التقابض ما الله يسل من قضاءه ويعطي من حرمه ويعفو عن من ظلمه وهم نور هي نقرا سل من قضاءك واعطي من حرمك واعفو عما ظلمك حريري كم كوكوريا سي كوحوديدا سامح منك كظلميه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وهو نبي عليه الصلاه والسلام ان الله اوحى علي ان تواضعوا حتى لا يبقى احد على احد ولا يفخر احد على احد تاسع يا حي مدرسني او نوها نورها يا ما او نقصه سانها يا وحنقبلها يا صغيره نقصه وهاي
إلهي وحوي وحيودي بوليهي تواضع إنا تسميسان أو إنا تفاخر إيا تكابر إيا تنافر إيا تحاسد إنا سمين تواضع إنا تسميسان إلا أن قفنا قف كحد قد من قفنا قف إسكوي ليسين قفنا قف كالضريسان كين وقرن هيوي عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي نبع والبابا دخل كاوانا إسان نوت المامة هاليو أسيق دابي إساهاي كان يكون خير بضن وكان أهل كيسا يكون خير بضن أن أهل كيسا متكبو خير بضن بعنا لذلك إلا عائشة كان إذا خلى لنسائه ألين الناس وأكرم الناس ضحاكا بساما من كو أهل كيسا لجوه هي حاسس كيسا ألين الناس بوها أكرم بتكو قدام أحسن وقوش العصر وقوك أكرم الناس ذاتك وقوك كرامين ترو قف أنت وقف كرامي أيوه أما شرفيه أما هياتي يكن وقوك بضن ضحاكا بوها بساما ودي معبوس أما ودي عرق أما ودي إسكبا لو أكرين أعرف رح سنين ودي كمان بوغانينو متسين بري موصون هيا أو بشاشا أيوها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما خلقت مبرئا مبرئا من كل عين كأنك خلقت كما تشاء وحيلا ضي عائشة والله أكرم هاي نبي الله محمد إلا أن الله يسارع في هواك وحلو وحات أشهدني له ودك دقها يلو كوية وقوف ليو وحيو كسود دقو أمر لغو أمره تيسير لغو تيسير يو وحلو وحات أشهد إلا إنا إلهي قدك دقا هجالينو الصمين مولي وحكا لحكومة أركيتي أحسن الناس بوها وجها وأحسن الناس بوها خلقا وحل وحي أجود الناس بوها عضية أشجع الناس بوها أضيب الناس تدك متك أقود قول أقو عرفت بضل ما شممت شيئا قد مسك ولا عمبرا أضيب من ريح رسول الله وكيلها أنس ولا مسست شيئا قط حريرا ولا دباجا ان يرى مسا لكف رسول الله ولقى شيء ما اريد به او ما ادبسا كاذب عن مسك يا عمرو او حجابها اذب وقوق قالسا او كاذب بلا نبيك لدك سيئه اذب جيسا اذب كسو اذب هيا مسك يا عمرو كاذب ولقى ما اريد به أسألها كوتكونا وحول لي هاي مركلة أنا سنك اللي ورنت لجابر دي لبصمورة النبي عليه السلام يا أنا سحدير كيسا سوحو كروسين لي من التعب عن حريق يديبان وهو حابو تنعسر معان والنبي كيف كيسا مركا تعب وتركت تنعسر كم معان ولي المطابم جابر دي لبصمورة وحول لي نبي قال مسحنا مكي فوجدت ليده بردا والريح كانما اخرجها من جونه عطاء قبوبا من فقه لك عن سوساي صاري اذقنا واحد نودا من عبر قراء ماشي على كي برافوك او كسو بحنا يوم كنت انا هدي قعدت سينو كسو بحي اطيب ما اطيب منك يا رسول الله وما أجمل منك عليك الصلاة والسلام وما ألين وما أحسن وما ألطف منك وما أرحم وما أجود خلقت مبرئا من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء وحلي إلى هذا وحكست ونف بني آدم وشعلاته أي إلهي حبيبك السيد جمال كيسة وحوها وحن قفنا كسي جيسك نغن كيسو وحوها وحقف والبابا عجز قليا عدي يديسو وامتك ذو تهلو نن انتو سيئي اري لبابورو ترنبو حنيا
أيوم ترينا وتروحوا إلى مجانين باي كارا يا صو إسلام أو نبي الله محمد حولها وبحنا يا كارا يا صو ضو وحب حنا يا قفا فقر كبقي وحب حين وح الله وحي بني آدم أهان أو وح الله وحي قف بني آدم وشغلاله أيوم لها لذلك ما هذا شيء القف وشغلاله إلى هنا القف وشغلاله اللي هو واجبية له وحول لي النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم نبي وحول لي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده حديث صحيح إمام مسلم نوح سيكر لنا يا من ولده ووالده والناس أجمعين وحكروا لي النبي عليه الصلاة والسلام إن من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله ومالي ضدك ضدك إي وجعل وضدك إيمان دورا قفك أيجا كمله أو سيصل لها مالك سي أهلك سارك تدي إمام بخارينا أيضا في والد سيدة سوكرا وورينها مالك كوة لتشوغي يكوة كده من يبا حبي النبي وحاوي يسيدة سميد والبابا النبي وقو بشاري يقفك عليه مرنا وواخب ريو لي يقفك عن إيمان كاس لهاي نوع عاسا إيمان مال مرنا وقو بشارينا يا دادك محبة النبي كبالان إليه دادك دادك ووجعل أما كوة لتشوغي هذا أما كوة دبك إيمانا يا هذين كوة وقو بشارينا وين كوة سنبقى محبة نسي كبالان طيئة إليه مركا لوحو شايقها يا قفك إيمان دقنب إلى الله هذا النبي يجعل كيس كتير إيمان دقنب بلي لا يجد أحدكم حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم وحكست أطاعة هذا السكوتي هذا محبة رسولك كامل أنتهي وحبضا وإيمان دقنب إلى الناس ملكا وحان انت شيرو اختطاف كاروس واحد واحد كيليس واحد لا يعني محبة الرسول واحد زيارة الرسول كمركعة داء بكبيرته أتون نغوته إلهي كو غدره محبة أسألك هو تأتكته محبة أسألك رسول نغوته بشارة أسأل عيسى والنبي يقول لي عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب قفك قفك وتعالي يقول حساب من عيسى هاي زيارة حبيبك ووح أبوين ومحبة رسولك صحيح وح أبوين ويين زيارة ملكة ملكة كهذا الله النبي عليه الصلاة والسلام وحال الإلهة هورت السيدة زيارة الرسولك وقبره سأعد زو زيارة يهلك يوجيفي ومن أهم الغربة إلهي وحال أقول له وهذا وح أبو أهم سموي طيب أنا أصبح إمام النووي وكان له يوحيه اعلم أن زيارة قبر رسول الله من أهم القربات وأنجح المساعي وح إلهي لو قلت وهذا وح أقول مهم سد وح أقول نجح وي أوقفك وكل نجحها يويا عمل والبر عدو كنت على غير الليلية فدقي سي شرفتي سد لذلك أحجاتهم كي سوق الدومان بوينة أما يسيس علامة وحاءات متأكد أن يتوجه إلى المدينة لزيارة صلى الله عليه وسلم ويوي الزائر من الزيارة التغرب وشد الرحل إليه زائر كنا مكة ورمى مدينة إلى وادو وحول لي سريا تغرب إله وقول له وادو زيارة سوالها إيوه قصة وقصته أو زيارة أس أتوجهه أو قصته مركا أو توجهنا فليكثر من الصلاة والتسليم عليه في طريقه أنت أسيسه إنه آد صلي أبدي يقوم أيام مهمة وهو إلى النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبا هريرة أولين هاي وهو يلي من صلى عند علي عند قبري
قفك يوصل ليا قبري يا أكتيسة وكل الله به ملكا يبدقني إلهي وهو وكيش أصلي قاس ملك سوق قاسية عليك كو وكفي أمر الدنيا هو آخرته أمر كيسي همدي وح الروح مش قدس أدونا هي مشكلة دي سآخرنا إلهي با ككافية أو إلهي با كفالة قادة وكنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة قيامتنا وحن نغنيا شفيع من شفيعا شهيد مرقاتي وقع يا قيامتنا ونغنيا حديث كان معنيه سا من لفظ قاس كجر من دارو إسلام عنها سيما أبو داود بامرين ورين هيا لفظ قانا واكي أو إمام البيهقي أي ورين هيا مركا زيارة مسجد كيسة هي قبل كيسة زيارتها وإلهي قربوني خلوا قلنا وهذا كوه هو وي أما حاجي أهو أما معتمر أهو أما غير أهو زيارة على الله ما لحاجة وعمل خلوا قيس نساء هو أس لغان ربا أو مهيم كوه سرادة أو من يساعدها أو من نوعي وي عني ميسا وقت قارا ملي آداب تملك أي زيارة الليلة أما سيدة أقف في عمق زائد كهبين والسمايو أي عمك كلمة ذكرت لنا إن شاء الله تعالى أول قف واحد اللي يلاه رأته وينو بيجيستو زائد كه مكة آل آل إذا زيارة التغرب إلى الله قد يزرسا إيه قصد هذا قصده نبي عليه الصلاة والسلام زيارة إيسا إيه مسجد في سكوت كشريس أورت نيلا وين أكمل أمر وأن يكثر من الصلاة والتسليم عليه أنت أتسس وترسل لك يا مدينة إسرائيل سلام مركة آد مدينة أركتو موغال خيرا آد قرطين مدينة هاي سل لك يا سلام تواتسي مدينة وسأل الله تعالى أن يفعوا بهذه زيارة وأن يقبلها منه وحد الله آد سيوي دي سنسا زيارة أنه كاقبلو كونا أفعو مدينة مركة آد قشو كو قايم ترى وضبط مدى الكوبات وانية داس وانا اكسر ان ادمر كورا ماشو كنتاتو لابا مركة آد مدينة قشو فيدي حرم كمركة آد قشا مكة وحلو الرهي انت آدم بايرا وحقونين حتى عرابت آدم فرن مسجد كتاقو دواف كستميك مدينة مركة اعتماد وحلو الرهي انت او بيستين مركة آد كان او وانا اكسر حرنتين سوى ناس سكوت قصد عضي ستد أنا أقول مثلا يا حبيب الله محمد إن أدلت جيسو هرفة سنسي مالك أعطاء سكون ندي في سوء أو عضي سنتهي مالك وقر حراء أتقبته مالك بلو زيارة مالك زائر قوة ميران انتو سوى مدينة قلي وقس ندي في أنت في ثيانه مقامل هي ثالثا مركز آد قليس مسجدك هي الزيارة عليه الصلاة والسلام وحال الربا قف يا زائر كاه أن يستحضر في قلبه هرت شرف المدينة كو ومركة ورسول قليس وأنها أفضل أرض بعد مكة أو قبل مكة إلا وأنا غربة لسوق نفسي الجمهور او waxaa la jiraa ila makkah inay fadhi badan tahay laakiin in badan jumuurta waxay leeyeen madiina fadhi badan markaas waxay leeyeen waa madiinada guude ayada halka nabigu ku aasan yahay taas hadalkeeda reer wanaha sharaf wa ilaab ahadith sata bi khatim al anbiya wa khayr al khalaiq in waxa madiina ku sharafoodi yasrib al orange inay rasuulka tahay alayhi salatu wasalam فضلاً يأجلاً مساجد كده مجالات كده ودكونا نبي الله محمد بيكون شرفه مركزة تشتعر بعظمة الرسول الله ويمتلئ قلبي قبل التي كان لك ترى وحد استرنسي نيسا أو قلبي قاعد مركز عاد انت اللي بيستو عادو رسولك هي مسجدك إن المسجد كان كنت كتر رسول كزيارته قال دجاج واحد كبر حين يسا أو دستريسي يسا نبي عدم ديس عليه الصلاة والسلام
haybadiisa sidii aniga oo arkahayo oo kale oo hortaada fadhiyo oo asagiyo xayiyo oo fadhiya markaad soo aada hadda noocyaad noqon lahayd oo kale baad isdareensiinaysaa masaajidka markaad soo gaarto sidii caadiga ahayd aadaabtahayd baad u soo geli lugta midig baad soo horgeli acuudu billaahi alcadiim وبوجه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك دعاء لي تاسعي له مساجد الروق الكريم بعد صمت مركي عاد قاشد مسجدك هذا سورة قل قوتها روضه هذا سورة كل كواهي مسجد كي قديم كهاي الرسول مساجد كان وين ومدينة الله يسكم يا قاري هذا وصل حنا أنت بلوال حراية مسجد كي رسول كه كيف تي رسول كه هو جاء على ميسن تاسد مسجد لما ترك على الله تحيي المسجد كه كتوكن إن أمكن لك بجنب المنبر ما كتوكن روضة أنت تشي منبر كدين عيسى وهذا يكون سورة ميسو هذا قفنا دين هذا كل بتوليني لأن ذلك موقف رسول الله خلق عليه الصلاة والسلام وأوبا نانجري من بركي سيو محرابك انت عون حيصا أي يا هاي أما من بركي دين عيسى حقك هي قبل عيسى مركز آتو كبتي لا بقى هك عدو تحية المسجد كه أو هذا الروضة كنت كبتي لا مسجد كه إلهي بعد هذا روح عبد النقل نعمة يا روك سيئي ما أجمل منها وما أعلى وما أغلى هدي له كوس رجلي قول يقول لي يا النبي الله محمد بقى هوس كيفا إنه كسوق أرسيو أو كم مكاني يا نبي الله محمد إن أتصوزي أنا تتصوص سلام تتكوس أصلي له أدي له أو أكفر ديا نعم أن وح كوي أو قفل أو نعم يا جل ما له يكون عمي ما كان معلاس إله وشبه واسأله إتمام ما قصدته وقبول زيارتي إلى هاي الزيارة أنا أهدى بلا ميسو إنه كورا مايسترو وقت أضربت إلى الودورن كان أقبله إلهي ويديسو شكرا أن إلهي يعديسو سورة قلت إلهي كو سورة قلي إيو إتمام أن إلهي ويديسو مكا كبعد تحيدي أنا كنت كتي وحلوق استيساء إلى القبر الشريف عليه الصلاه والسلام هل كان قبرك هل كان وجيفه هل كان صدوق قصدي سيدي احسن كاهيدا تاني كوسور ويدا غيابا لكن هذا لفتي انا ما امكنك انت كوسور ويسا سمع وحال قابل ليس جدارك عليه الصلاه والسلام قبرك كسوك يا النبي وهوستي سو جيفه او جدارك ايا قابل قبل هذا الدبر كان دو يدارك واحد رسولك أنا واحد قابل يستقبله رسول أما قبرك رسولك أما جدار قبري قبرك جدار شيء صار قابل أديك أو دبر كان حاجة قبل ذا ودوا هيا مع قد الطرف مع قابل هيبة والإدلال وفراق القلب من علاج الدنيا واستقدار جلالة موقفه ومنزلة ما هو بقدرتي عند آلك تاجر تاي أديك أنت أصغر استشعار هي تصوير هي تمكين هي تجمع قلبك على أن تسميني سنتها سنة أو تسميني ملك أساس نبي واقي ستاكتو أدي أقول إنها تتاقني قد البصر سمينها هل يبدأ هي الجلال مكانك يتاقن قلبك وفارق كيها وحد الله وحد الدنيا عند أن أكتاجنتها الجلالة الجلالة ذا أو موقف كأتاجنتها وين الكيسة هي على مديسة هي شرفت سيا منزلة ديسة إلى هاي وكل هاي عاد حاضر صن ويقوم يا عاد كطعمة تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أيضا سيدا كطعمة أي النبي كما كان سلام سو كاجا ما خلي ليسي هذا ما قيل ليسي نبي وحياته دي سي وقت كان هذا برزخي هذا واسكمت لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ما اله الا الله
هدي بمركا قفك أو عالي يهي أو قف يهي متحفظة إسلالين كرا أو سرعين أو سرع كار السيقاد سعابي أو سلامه محوم كارن هيا السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليكم يا عليك يا خيرة خلق الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين السلام عليك يا خير الخلق يا خير الخلائق اجمعين السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وأصحابك اجمعين السلام عليك وعلى سائر النبيين وجميع عباد الله الصالحين جزاك الله يا رسول الله عنا أفضل ما جوزي النبي ورسول العلومة سلام تعطير أيات سبعين السلام إلهي هكو أبا المريا رسول الله أمد إلهي رسول كادي وحو أبا المريا وحو خير كبضل أبا وحكسي خير بضل وصلى أن حديث عليك كل ما ذكرك ذاكر وغفل عن دينك الغافل مدد أسرى إلهي سلي أسطو شارع أيام أنت روح الصوم وصل يا روح السلام يا أنت رجاء مصاب وكو النبي قوس كاوتا أي كان سيد سلي دائما الله تسيوي أفضل وأكمل تنوفا دي بلد أو هو كامل سن قف مخلوقه صلي أو سمايو الله كوكا غير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك عبده عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وآته نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون دعاء صلي قاصدين يو سلام تعبير يا ولا سليلات سميسو وحاقرا إلهي مويا إلهك ليلو سجر وحاقرا يا أدوه رسولك إلهي ناتها كي إلهي خلقي سكدورت إناتها وأشهد أنك بلغت الرسالة تبان يا غير رسالة دي إلهي كنسو دي بإلاد قارسيسي وأديت الأمانة أمانة دينا أدودتي ونصحت الأمة أمة دينا أدو نصيحيسي وجهد في الله حق جهاته اللهم آته الوسيلة وأبكى أرب الفضيلة ووتيه نبي ويريه ويديه سلك إبراهيم يلا قتل هدي واحد اسمه كوس رومي ويا أو سيد هذا دم هذا السكين له يا السلام عليك يا رسول الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وحل إلى هذا هدي أي نعذب إن عدك ترى هذا رسولك وسلام هل كاسا مكا السلام في كجسو كجالسي ليس ومحاضر ليس السلام عليك يا رسول الله من فلان من فلان نبي الله سلام الله كركا ها حتو هبل هبل كتمت اما محاضر فلان من فلان يسلم عليك يا رسول الله هبل هبل نبي الله وكسو سلامي اما محاضر السلام عليك من كل من اوصانا واستوصانا السلام عليك نبي الله السلام عليك كركا نبي قال يا هاتو من كل من اوصانا عد الله عدي نرسو دردارتي النبي قال سي سراني قال سي دار دك ولا تريك نطري او نغد دلبتي ان ان كسو قال سي سلام تو سلام كاتيم كركا هاتو لا بالله قد الله قدي كنت على النبي يقول سلام ساس ما كان هالشيء تاعي انت يقول سلام ما كان سلام النبي صلى الله عليه وسلم هل طلابه اي الدين عم يكتبوا نقاد هل طلابه معها وابنه طلابه ويكيت ابو بكر بعد شاف كل السلام عليك يا ابو بكر صفية رسول الله وثانيه في القاد جزاك الله عن امتك خيرا سيدا صدر الرسالة طلبت هل ننظر وكلام هذا الذي بسيدعي سيقول بعد سلامي السلام عليك يا عمر الذي أعز الله به الإسلام جزاك الله عن أمة النبي خيرا صلى الله عليه وسلم مركز آدم ميسته
رسولك عليه الصلاة والسلام يا لبدي سخليف سلامته يا سيدنا وانا سوف تهدي كسروبي إن هذا رسولك دب وقول له طبعا كاس هذا هذا اللي وراه قول له دبنا اللي قال قال هي هذا يس كسروبي سيدي في عيني ما كان كسروبي ما كهلا هذا المصوت تجي أنت النبي عليه الصلاة والسلام لين عيسى توقفته تاجن تهي لما يسمع كاس أو سلام تيو دعاء لكن سيدنا في عالم مكان سلام هذا ما يسطه إن هذا بقول له بطه مثلا بهالك أكون دعيسته الحمد الحمد يا الله تبارك الحمد له إلهي مثلا بإله المجد يتعني ما نص ما يصور إلهي كجش في عرض رب الرسول كأنك تجت حاجون كبي وحي حاجة الله يا إلهي وش في عرض ربته فكاسا زهير يدعو لنفسه استشفاع أيوم نفسي سود عين بما شاء من خير الدنيا والآخرة الدنيا خرابة هذا ربته هل كاس والرواب من هيدو عذر كدو عيسو إلهي إنما قواش في عضل ولو أنهم إذ لموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله التواب الرحيم إلهي وقرأك سنقول مرك أي نفط ولا ظلميا أخضاء أي قلاء دبابا هدي كوي ما دبا لي سوما دي ما رأيك سيما تأني أول نبي وإلهي بدا فوق يدي يا يقول إلهي مركا هل كاي كو أكتا غيه هنا إذا بدا فوق يدي استان هل كاي كو أكتا غيه إلهي التواب هي مغفرة دك دا يبيك هن بالي أو مركا بإلهي سينا يا مركا هل كاي لو تأغن نفت على إلهي مبري خير الدنيا خير آخرة وويديسو ويدعو لما شاء من أقاربه وإخوانه ومشايخه وسائر المسلمين قد على عدي أما دعوك أصوك ولسو دردارتي أما أول مركا أكون صعد على وإهلك ومشايخ رابية وأحباب تالا أيها الأود إلهي أوديني سهلك أنت أسمرك عند ما يستطو سيبري مركا مسجد كتكون لابن روضة دروادو قستيسا وحال إلى الله وحا وقوبة دروادو خيضو سلقا وقوم مهمسا الإكثار من الصلاة سلقا دعاء صلاة عادية هي وحبان انت لكيس جوكتو ايات صاب وضيسا هاد بمركات كسوه نغريز الزيارة لنا اعلام تاسات سمين مركي المسجد كو نغطرة انت قيمت الروضة اما هاد الروضة كسو روضة ويدا المسجد كقديم كما مسجد رسول الله ايات لازم انت الميشة جوكتو وطاع على هذا لازم ايسا وحا آدم ورايسا انت المدينة جوكتو ايات سلاليسو ممكن إسكاي لاريسو خلاطين أتقش إسكاي لاريسو عندنا هنا تسكوا على أنا إسكاي لاريسو احتراما لرسول الله احترام النبي احترام يا ماشى ماشي لا الدين تسكف في ديني نيتاه أحباب تسيون الماشي توجني نيتاه رجع ماشى دتي الدين تينا ينقطع دين الإسلام كسيد أوفد داي أوفد دو سواب الله يقدر إلهي قرأك سكل إياه والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ماشي دقائك هو هيدوهي وكواس إيمانك هو ريوسي دقي إسلام كسلني قول نغضي نبو أولها إله أسار ناف إله أسار وحي دلال ناف إله وحي سيد دلال ناف ما كان وحي ليه إله أسار ناف أسامة وذراريهم ولقد بصعد والله والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس أما لأحب الخلق إلي والله والله إلهي تدفي سكوان وجه على عبادته المهير النبي عليه الصلاة والسلام كاسو مكر المحل لي أسال أسال وهكذا شيء وحقيق وحبي يعني وعلى شيء يشدد الجارك عه ويرك الجارك يا محكوم كيس الأوف محكوم كيس الويان بعشر أيام طاه وحكم جدا نرى العك تغير أنا أنت غالي على تقول إذا تذهب كيو يكوت الماء على شيء يتأسب كوت الماء بين أسعار أطاي مركا دارت سيدا سيد ويا مدينة أنت أتشوتو خير مويا يا شركا إيمان لا على ضغط ناتو أما كنت ولا أحسن إلى زيارة صنع بقيع أو كله
وهل كد أذوق تهلو ذاتك إلهي وأنا ما صحابتي أي كوال آسيه أحد أوكال أو شهداء أحد سيد الشهداء أو حمزة أو كوال آسيه قبا أوكال أو مسجد كالإلهي وأول مسجد أسس مسجد للسمية كي هو الرئيل وها نبي عليه الصلاة والسلام مسجد قبا وتقه ماشيا وراكبا أما أصله فوشا أما أصله أو على اللولية رسول الله بارك الله فيك زيارة بحكي بارك الله روح لي صلاة في مسجد قبا كعمر مسجد قبا صلاة كنت كتي عمري لا أجلد ومسجد الإسلام كبور لي ما لي هذا زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام هي مدينة أنت تشوفته أما كنت أصبرا أو لزيارته هذا قريب بنا ما بلا إسكت ترتري لكن أنت أول حسن إن الزيارة أو مد والبابا عتكته مسجد كيو روضة إيو حبيب كزيارة السنة تسوف على أساس ولازمته مركا أكد جيسيد كت جيسيد أو درت مدينة أنا كبحه أنت مركي هرات سماي سو كلات سماي ليس أنت المسجد كتكتو روضة هذا يكون سرور بيسو والعيد بلنته أتكتو كتلا برك عرض أجاب بحسا زيارة أسماء وربا أو أتسماي ليس هي لا سو سماي زيارة أسماء سماي ليس سلامتي يد عدي يهاد الوقت عن سومر اللي ربا تسوعد كاسو حضرنا ليس اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بحرب رسولك وسهل لي العودة إلى الحرمين سالا سبيلا سالا والعفو والعافية في الآخرة والدنيا وردنا إليه سالمين غانمين إلى هاي وهكذا بقى بعض ربنا يسا وقت كي ود بيجي رسول كا عن زوجياته هاي قد بقى وما كانت تجلسوا إنا صلى الله عليه إله ويسا ويسا رجل وقص الله الله تو حرمين كا إله ويسا عفو يا عافيو الدنيا خربا عادي سامح ذو أو دي عاف ما دي صو إله وكو الله تنقدي أنك غانمين أو سالمين أنك نبات قلبي أو غنيمي سني أو دم بداف كو غنيمي سني أو ثبوت الأجر كو غنيمي سني أو قبل قبول الأعمال كو غنيمي سني إله وكو الله تنقدي آدابك زيارة حبيبك عليه الصلاة والسلام إن أقابك عمر تبا ونكسن أيضا أهانا واسدا أمشينا يوم وحبيبك عليه الصلاة والسلام عمل أتدي أسرقي أو النور هدي عاو عليه الصلاة والسلام أنك أسرقي وفضي أدوتك كري لهاي وأدي الأدب الأزوزي يا ركنا أدن أدوتك إنين شهادة دي حديث كان هدي أخري إنين وأكام مغناني صار ورسولك الله عليه الصلاة والسلام تتكتك اي وجه وقرا ايمان طوير هذا من جمع ايمان طور من ولو جعلان لها اهل كيس انه والو اما اهل كيس بدل كيس اركتي اذا اقول او جعلان لها سيدا اد وحبدا اركتي احبابتي انا كيكني انا اثرت الان هني من ولو بقول لي يا هاي تمني ليتني 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 وما سوره بيني نقطه ما كأوساس اللي هي ليتني سهيا هناته وسلاها هناته وما سوره بيني نقطه ما كان سأقارك من الدراسة سنفت وين حجيت ما كش أديك ما تأدي إلى يكون سورة قبل قرن سينا بطرته وأذوز يارته كل العشر كل نقطه لازم إلهي وشك حمد وين إلهي وعلي إلا أنه هو وحوي إلهي كسيه وكسيه رجليه إن شاء الله تعالى إلهي وحوي ديسلنا إلهي نورنا مكانيه زيارة حبيبك إلهي نورنا مكانيه إلهي نور وخديه بلنا مكانيه إلهي تقرار بلنا نوسيه رجليه محبة ديسل إلهي نصير إله محبة ديسل نصير إله محبة ديسل نصير إله قوة قلبي قوضة محبة ديسل كهنة أو جل قوضة كدر يما أو بركي أي خصوص دا أو قبض المخلوق كلا أو تأثير قسم يا قلبي ودي لا تدور إلى هاي الله قدك إلى هو أنت أي نول يه المحبة دي صلى الله عليه وسلم قد إلى هو مركع أي نتانا من إنسان الله إلى هاي الله قدك إلى من إنسان قدك إلى من إنسان قدك
إلهكم عيسى النجد إلى هاي قوة الله صاحب حشيسه حوك سلطتك الباب كجنة مركو فر الله جل إلى هاي النجد إلهكم قوة شريعة عيسى نولية طريق سواب كها كرنما نولية نشرية أنت ودي كل نولية إحياء الدين كسمية النقطة إثنين سمت قاتي النقطة قوة وكيل النقطة يو شريعة عيسى في ذي إلى هاي النجد صلى الله وسلم على سيدنا محمد.